بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بمناسك الحج، وقد وصلنا فيه إلى النزول بالمزدلفة، وهو واجب من واجبات الحج. ثم بعد النزول من المزدلفة نذهب إلى منى، لرمي جمرة العقبة. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أن جمرة العقبة يبدأ جواز رميها من بعد منتصف الليل، يعني لو الليل 10 ساعات يبقى بعد 5 ساعات من غياب الشمس، هذا معنى منتصف الليل، من طلوع من غياب الشمس إلى طلوع الفجر. إن كان الليل 9 ساعات يبقى بعد 4 ساعات ونص، إن كان الليل 10 يبقى بعد 5 ساعات، لأن في بعض الناس بتوصل منى، يعني بينزل المزدلفة نصف ساعة أو تلت ساعة، والساعة 8 أو 9 بيبقى عند جمرة العقبة، فيروح رامي جمرة العقبة. والمشكلة الكبرى عادة أكبر من هذا، إن هو بيروح يطوف طواف الإفاضة ويسعى قبل منتصف الليل، برضه طواف الإفاضة لا يجوز قبل منتصف الليل، يبقى هنا ترك واجبا، الرمي ده باطل. خلي بالك ده ممكن يحصل معاك، الرمي ده قبل منتصف الليل باطل بالاجماع، يا ريت كان في حد من الفقهاء يجوز. ولا بيجوز رمي جمرة العقبة والطواف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، لأن ده مش شافع فقط رضي الله عنه، مفيش حد بعد كده أجاز قبل هذا. إذا في اللي بيرمي جمرة العقبة أول ما يوصل منها هذا جاهل ورميه باطل، يعني لما يجي يسأل بعد كده يقول له عليك إيه؟ دم. ده يجبر بدم ماشي، لكن المشكلة لو طاف طواف الإفاضة وسعى، طواف الإفاضة باطل وده ما يجبرش عقل، ده لو وصل إلى أقصى المشرق لازم يرجع، لازم يرجع، وتحرم عليه النساء مدى الحياة لغاية ما يعمل طواف الإفاضة، يعني ما يتحللش من إحرام تحلل الأكبر إلا بعد طواف الإفاضة، ولو وصل إلى أقصى الشرق أو الغرب. فدي نقطة مهمة جدا، أنت لو أنت هنا في مصر بصيت في التلفزيون تلاقي ناس بترمي جمرة العقبة الساعة 9 بالليل، تلاقي ناس عم تطوف طواف الإفاضة الساعة 10 بالليل، مفكرين نفسهم إيه، عايزين يخلصوا أركان الحج ويرجعوا إلى منى. عيب في الليلة دي، المشكلة مشكلة كبيرة جدا، وكل ده من غياب الفقه، لأنه ما حضرش درس الحج ولا حد شرح له قبل ما يروح هناك. يعني يكفي هذان الخطأان في ايه؟ في ابطال الحج. هناك بيسبوهم؟ نعم؟ هناك في الحرم مثلا بيسبوهم؟ ملايين، من يتحكم في الملايين؟ دي ما يتحكمش فيها الا الفقه، الفقه الاسلامي. الناس بتوع جنوب شرق اسيا، افغان والماليزيا وباكستان، عندهم مكتبات للحج، مكان حوالي فدانين او اكثر لكل مناسك الحج، يتدربوا شهرين كاملين على مناسك الحج. فزي بيروح هناك ما يسالوش حد، لان حافظ الحج ده زي اسمه، يعني حافظ زي الصلاه زي الصيام زي الزكاه. ولذلك احنا بنقول يا اخواننا انا نص الحجاج ما جاش، الموجود الان هنا بالعاده فيه اكثر من 200 حج ما جاش منهم النصف،
ليه هو مفكر نفسه يعني يروح يزور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبس؟ هو يعني هو علمه كده يقول لك انا كفايه عليك ان تزور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب وحج رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنه هو قال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أقر بعد هذا العام أبدا صلى الله عليه وسلم. يبقى هو قال لتأخذوا عني مناسككم أنت تروح تزوره والمناسك باطلة لا يقبل منك الزيارة أصلا لأنه لا يقبل إلا الأتقياء هم اللي يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هو عم الشيخ أبو جهل مع الله لا يعذر الجاهل في جهله لأن الله قال لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وطلب العلم فريضة. العلماء يقولوا ما وجب العمل به وجب العلم به يعني تصلي لازم تعلم فقه الصلاة تحج لازم تعلم فقه الحج تتزكي لازم تعرف فقه الزكاة تصوم لازم تعرف فكر الصوم وهكذا. انما واحد رايح يقول لك انا رايحين بالبركه تدفع 100,000 مجهود بدني ومجهود مالي وفي الاخر يقع الحج باطلا طبعا لا يقبل. هذا لا يقبل الجاهل كالعامد لا يقبل الجاهل بعذره ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل صلى 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يطلبه ايه يعني لا يقيم صلبه ولا في الركوع ولا في السجود يعني ايه ينقل الصلاه بالله قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي 3 مرات ارجع فصلي فانك لم تصلي اعذره بالجهل او بالنيه الحسنه لا. فقال يا رسول الله لا أحسن غيرها اعترف بإيه؟ بالجهل. فأجلسه صلى الله عليه وسلم أمامه وعلمه كيف يصلي. علمه ركعة وقال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الكلمة. فلو كان الجاهل معذور بجهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرجل يصلي كيف يشاء والقبول على الله. القبول على الله بعد التقوى انما يتقبل الله من المتقين لا من الجاهلين من المتقين اللي هي امتثال الاوامر واجتناب النواهي. لكن واحد ما امتثلش الاوامر واجتناب النواهي ما عملش يعني بما امر الله به ولا نهى الله عنه يبقى نقول له انت معصوم بجهل. طبعا من نزل القرآن لي وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم السنة بالوحي والضحى بفعله وقوله ووصفه وتقريره صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني إن نزلت منه بعد قبل 12 يعني اللي هو بعد منتصف الليل إن نزلت قبل تستريح في الخيمة ساعة 2 3 خليك في الأمان دايما يعني لما تزيد ساعة أحسن ما تقدم ساعة. يبقى أنت اهتدى بعد إيه؟ إلى جمرة العقبة بالنسبة لإيه؟ لمنى رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد وهنمثل طبعا إيه؟ رمي الإيه؟ الجمار جمرة العقبة بالذات يعني طبعا جمرة العقبة بتبقى ناحية ايه؟ ناحية مكة. يعني انت وانت جاي من منى هتقابل جمرة الصغرى بعدين الوسطى بعدين الكبرى اللي هي جمرة العقبة ناحية مكة. يبقى دين هتترمي تترمي ايه؟ 7 حصيات. 7 حصيات. طبعا هناك الجمرات على طريقه بيضاويه لو كانت دايره عملوها الان بيضاويه الشمس. فاهم حاجه دي تتاكد انها نزلت بسم الله الله اكبر.
الشيطان وحزبه. ولو قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجاره لن تبور يكون احسن. لكن اقل شيء يقول ايه؟ بسم الله الله اكبر. يعني حتى لو باع شويه المهم يتاكد انه ايه؟ انها نزلت في المكان. المكان اللي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رمى فيه سيدنا ابراهيم من قبل. لكن لو سقطت هنا مره يبقى ما تحسبش. اللي تشك فيها ما تحسبهاش. يعني انت ما اتاكدتش انه هي وصلت للايه؟ وصلت للايه؟ يعني لو لقيتها كده دي كده بقى بره. لما في واحد شديد مثلا يروح رامي تروح عديه الناحيه الثانيه. دي ما تتحسبش. نعم. ها؟ الان يعني عامل وحده لان يجيب الناس برضه بتعود بعضيها فراحوا جايبين الحته علشان في ناس شديده فايه؟ قالوا يعاونوا بعض. فالان المهم بس ما تنزلش قبل الايه؟ الموضع. لان ده موضع يبقى لابد انه ايه؟ تسقط فيه. في نقطه ثانيه انه احيانا احنا شفنا بعينينا معاه سبع حصيات يقول بسم الله الله اكبر ويروح مرميهم واذا يوصل من يعني هو ناصح جدا يوصل لحائط الايه؟ الموضع. بسم الله الله اكبر ويروح ماشي. ده مفكر نفسه بطل ان هو ايه؟ خلص بسرعه وروح ماشي. دي حصانه واحده كده يبقى باقي له كام؟ سته. او ده لما ما رماش يقول هيبقى عليه دم بعدين لما يجي هنا يقول ايه؟ انا رميت الحصيات مره واحده يبقى ايه الحكم؟ يبقى عليك دم بطل. رميت واحده من الجنه. لو نقصت واحده رميت سته نقصت واحده وجيت هنا قلت رميت سته اقول لك عليك دم بطل. لان ما دام ناقص النسخ ما دام ناقص يبقى باطل. خلي بالك. ولذلك لو شك في الحصان ورمى واحده سته بس مش عارف الاولى او الثانيه او الثالثه قال يرمي واحده لكل واحده في اليوم الثاني والثالث. ودي لو نقصت حصان من السبعه الرمي ايه؟ جمرة العقبة دي ترمى من بعد منتصف الليل ويوم العيد كله لغاية الفجر التالي. يعني النهار والليل أداء. أداء. يعني لو رمى نهار أو ليلا لغاية طلوع الفجر اليوم ثاني يوم العيد. دي وقتها واسع جدا اللي هي جمرة العقبة دي تزيد يعني ما يقرب من 10 ساعات. لانه من بعد منتصف الليل لغايه ايه؟ لغايه طلوع الشمس. لا تزيد حوالي 6 ساعات. حوالي ايه؟ 6 ساعات. و24 ساعه ثاني لغايه الفجر حوالي 30 ساعه. يبقى دي كده رمي جمرة العقبه ده واجب من الواجبات في يوم العيد، اول واجب. احنا قلنا النحر خلاص احنا ركزنا فيه. دفعنا ثمن الهدي بعد التمتع. يعني بعد عمل العمره تدفع ثمن الهدي الحريه 90 ريال في البنك. يبقى انت وكلت في النحر خلاص. وده نسك من مناسك يوم العيد النحر. هو مرتب من بعد الرمي، الرمي ثم الحلق. الرمي ثم النحر، ثم الحلق. يبقى انت هتحرق عبد بالموس طبعا دي كما فعل صلى الله عليه وسلم هذه سنه. يحلق شعره ولك بكل شعره حلقتها حسنه حسنه وتكفير موبقه من الموبقات يعني كبيره من الكبائر. فبكل ايه؟ بكل شعره كما اخبر صلى الله عليه وسلم. قال واما حلاقك شعرك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتكفير موبقة من الموبقات. طبعا الحسنة هناك بمئة ألف عشرة لا أنت في الحرم من هذه الحرم سواء حلقت عند الجمر أو حلقت في مكة. بعد ما تحلق رميت وحلقت يبقى يجوز لك ايه؟
أن تتحمل التحمل الأصغر. يعني تذهب إلى المنزل مثلا في الفندق وتخلع ثيابك وتلبس ثياب المخيط والمحيط. قبل طواف الإفاضة؟ قبل طواف الإفاضة. لو رحت طفت طواف الإفاضة كان أحسن. يعني هتاخد من عايز تستريح مثلا الليل كله تبقى يعني صاحي مستيقظ فبتبقى أحيانا مرهق يعني. فيجوز لك إنك تستريح ثم تطوف طواف يعني طواف الإفاضة يجوز بالثياب العادية ويجوز بثياب الإحرام. أنت مخير يعني. يعني إن نزلت إلى مكة يبقى يجوز لك إنك أنت إيه تطوف طواف الإفاضة بثياب الإحرام أو بثياب إيه؟ بثياب العادية. لكن أحيانا الناس تأجل طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق. يعني بعد ما ينزل من يعني هو بيرمي ويحلب ويرجع إلى خيمة في منى عشان هيبيت الليلة 11 وليلة 12. وبعد كده لما ينزل يطوف طواف الايه؟ الإفاضة ويسعى. يعني كل ده جائز. كل ده ايه؟ جائز. يعني تنزل إلى مكة تطوف وتسعى مكة، ترجع إلى منى تنام وتستريح، وبعد ما تنزل ثالث يوم العيد أو الرابع تطوف طواف الإفاضة وتسعى. يعني أنت مخير منها. في هنا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يعني سئل كما يقول سيدنا جابر بن عبد الله، سئل واحد يقول حلقت قبل ان ارمي، يقول ارمي ولا حرج. واحد يقول له نحرت قبل ان ارمي، يقول ارمي ولا حرج. واحد يقول طفت قبل ان ارمي، يقول ارمي ولا حرج. يعني راح على مكه احيانا بيحصل مثلا الشرطه تخلي الاتوبيسات تنزل ما تنزلش منها، ما تنزل على مكه على طول. او خطا من السائق دخل مثلا في حاره من الحوارع او الشوارع فليجي نفسه فين؟ في مكه. يبقى ماذا يصنع؟ يبقى يجوز الروايه في مسلم موجود يلطفت قبل ان ارمي، يقول ارمي ولا احرم. هنا يطوف طواف الإفاضة ويسعى في مكة ويحلق ويلبس ثيابه ويرجع يرمي جمرة العقبة، لأن الترتيب سنة عند جمهور العلماء غير المالكية وغير الحنفية. عندهم الترتيب ده واجب أو عليه دم يعني يقدم شعر، لكن الراجح رأي الإمام الشافعي وأحمد، لأن الله سبحانه افعل ولا حرج. يعني ارمي ما سئل عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. خلاص ما دام يسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لنا ان نشدد فيها. يبقى خلي بالك من الاشياء دي بتقع، يبقى عشان ما تحتاجش للسؤال. لقيت نفسك في مكه طوف وسعى واحلل والبس ثيابك وارجع الى ايه؟ الى منى للمبيت بها. بعد كده المبيت ده حكمه واجب عند الجمهور، عند جمهور العلماء. لكن لو واحد ما لقش مكان يليق به، يعني ما ينفعش ينام في الشارع او ينام في جبل او تحت شجره او تحت صخره او يفضل صاحي مثلا على الكوبري، يبقى الناس يشددوا على نفسه. لا، ما دام ما لهوش مكان يبيت فيه يكون لائقا به يجوز له ان يبيت في مكه او العزيزيه وياتي الى رمي الجمار كل يوم. يصلي الفجر مثلا ويجي يرمي الجمار الثلاثه ويرجع تاني. لا، هو المبيت عند الامام ابي حنيفه الراي للامام الشافعي سنه. المبيت فيه منى. عشان كده لا شيء عليه. ودي فتوى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول ارمي الجمرة وبت حيث شئت. ارمي الجمرة وبت حيث شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن
للسقاة والرعاة أن يبيتوا في مكة وأن يرجعوا لرمي الجمار كل يوم، بل أجاز لهم صلى الله عليه وسلم أن يبيتوا في مكة اليومين ويأتوا في اليوم الثالث فيرمون رمي الأول والثاني والثالث، يعني يرموا 42 حصى في يوم واحد، يعني 43 حصى، يعني يرموا 21 لكل حصى لكل جمر، يرموا 21 في اليوم الثالث. ليه 63 والسبعة ليوم العيد يبقى 70؟ رخص صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة يفعلوا ذلك، وده موجود في اليوني ابن قدامة. أنا بوريك التساهل عند الحنابلة والتشدد عند المتنطعين منهم، يعني ما خيروا بين أمرين إلا اختاروا أشدهم، يبقى عنده الرأي الساهل ويفتي بالأشد، سبحان الله العظيم. وكأنه يريد أن يبقى الناس في العاد والمشقة عمدا، ودي نقصة رسول الله. أنت هتشرب على رسول الله وتقول لا يجوز، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. دي فتوى الإمام أحمد رضي الله عنه بناء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. محدش طبعا يقدر يشرح في المناسك مع النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لا الإمام أحمد ولا غيره، وكلهم مؤتمنون على هذا التشريع. لكن المشكلة عطف التشدد هناك يفتي بالرأي الأشد، ولا يهم طبعا الكوارث اللي بتحصل والموت اللي بيحصل في الايه في الحج والعمرة والعياذ بالله. المهم بالنسبة لرمي الجمار في اليوم الثاني والثالث والرابع اللي هيبيت في منى، اللي هيبيت في منى او هيبيت في مكة، يأتي اما من طلوع الفجر او بعد الزوال هو حر، او في اي ساعة، او يأتي بالليل بعد المغرب. فالامام احمد قال ايام التشريق كلها زمن للرمي وزمن للذبح. النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، يكون الرمي بعد الزوال سنة الأكمل يعني. لكن من رمى قبل الزوال، احنا جمعنا النصوص في مرشد الناس من المذاهب الأربعة، علماء أجازوا الرمي قبل الزوال، علماء ايه؟ علماء من التابعين كطاووس بن كيسان تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس، وعطاء بن ابي رباح فقيه المناسك خاصة، والإمام محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين، كل ده من التابعين، وغير الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وابن الجوزي من الحنابلة، وعلماء كثيرون جدا من المذاهب الأربعة أجازوا الرمي قبل الزوال. يعني إذا الرمي من الفجر إلى الفجر، رمي اليوم الثاني والثالث والرابع، إلا اليوم الرابع طبعا هو ثالث يوم العيد، ثالث أيام التشريق لغاية الغروب بس، يعني ده النهاية، نهاية الرمي ونهاية الذبح. حتى في بالنسبة للأضاحي، الأضحية برضه تنتهي بغياب شمس اليوم الرابع يوم العيد. المهم يأتي الإنسان عادة يبدأ بجمر الصورة من ناحية منى، حتى اللي جاي من مكة يعدي ويرجع عشان يبدأ من إيه؟ ناحية مسجد الخيف، مسجد الخيف اللي هو فيه منى، فيرمي الجمرة الأولى بسبعة، ورمي الجمرة الثانية بسبعة، ويرمي الجمرة الثالثة بسبعة. إذا كان نائم عن حد، زوجة أو والد أو ولد يعني صغير، يعني صبيان او نساء او عجائز او مرضى، فالنيابه تكون عن هؤلاء، الصغير جدا الذي لا يستطيع الرمي، الصبي والمريض وكبير السن والمرضى، اذا كانت ايه يعني حامل مثلا، او كانت ضعيفه، او يخاف عليها
شدة الازدحام يبقى الرمي يكون بالنيابة، فيرمي عن نفسه أولا، يعني ترمي عن نفسه ثم ترمي إيه؟ عمن تنوب عنه. ممكن النيابة عن أكثر من شخص؟ ممكن، يعني ممكن يرمي عن الوالد والوالدة مثلا والزوج، يرمي عن ثلاثة، بس طبعا يحط سبعة ورا سبعة، يعني يحط سبعة الأول ويرمي عن نفسه، يحط سبعة عن الوالد، سبعة عن والدته، سبعة عن زوجته، فيجوز الإنسان يرمي عن أكثر من شخص، بس يحدد في كل إيه؟ افرض واحد ناب عنه هو يكون ضعيف مثلا مش قريبه ووالدته وغلوانه. لا اشتغلت القرار ده. يمكن. حد في النيابه يجوز ان الانسان ينوب عن اي حد يعني. لو امراه كبيره السن ليس لها احد مش حد مسؤول. يعني تقول نويت الرمي عن فلان. تنوي يعني بعد ان ترمي عن نفسك تنوي عنها. يعني القريب والأجنبي يجوز النيابة عنه ولا شيء فيه. ده بالنسبة لما يتعلق بإيه؟ بالرمي. إذا شككت ستة ولا سبعة يبقى ترمي السبعة. تبدأ على اليقين كما في الطواف. قلنا اللي يشك يرمي على اليقين، كذلك في الرمي. إذا حسيت إن واحد رجع منك أو اثنين تبقى ترمي اثنين. يعني أنت رميت خمسة وسقط اثنين يبقى تاخد اثنين من الأرض وتكمل بيهم إيه؟ وترمي. يعني يجوز الانسان يلتقط من اللي في الارض. يعني يخص من الحصى المرمي اللي داخل المرمى. لا الحصى اللي يرمى بيه ما يترميش بيه تاني. انما يرمي مثلا ياخذ من الايه؟ اللي هو راجع من الناس في الطريق. ده ممكن ايه تكمل منه. الحصى اللي تبقى ولا تملى. نعم؟ الحصى اللي تبقى ولا تملى. تبقى ايه؟ ما فيش حاجة، يعني لو أسقطها كده ما فيش حاجة، يعني لو وضعها وضع كده لا شيء فيها، ما قالوش لابد من الرمي يعني. لا برضه، لو رد من الحيطة لبره ما يتحسبش، لأنه لم يسقط في المرمى، يعني لم يسقط في الموضع الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي يضرب في الحيط ويرجع عليه ما يسقطش، ما يتحسبش لا. لأنه فعلا الحائط ممكن ترد عليه ما تقعش في المرض. فالشرط إنه تقع في المرض. يجوز إنه ياخذ من الخارج اللي هو إيه؟ في الأرض. اللي هو خارج المرض. خارج المرض. الدعاء ما هو يقول بسم الله والله أكبر. ها؟ الدعاء. أيوه. اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وزيارة لن تنبغي. بسم الله الله اكبر رجما للشيطان وحزبه او رغما للشيطان وحزبه. لا ما هو الدعاء ده يعني الشرطه لا تمكنك من الوقوف. هو من السنه ان الانسان بعد ما يرمي الجبهه الصغرى ينحدر كده على ناحيه الشمال كده ويدعو الله تعالى. الدعاء عقب الرمي مستجاب، يعني لو وقفت حتى دقيقة واحدة كده بالعرض لأن الإنسان وقف بمقدار سورة البقرة بمقدار الإسراع بسورة البقرة عقب الجرة الأولى والثانية اللي هي الصغرى والوسطى. أما الكبرى يرمي من غير دعاء ويمشي، يعني لا يقف للدعاء. ده إن أمكن، لكن الشرطة بتخلي الإنسان يمشي معاه. احنا قلنا المبيت سنة، فلو بات في غير منى فحجه صحيح ولا شيء عليه، وخاصة المرضى، مرضى القلب ومرضى الصدر ومرضى السكر الشديد ومرضى الضغط، يعني كل اللي ما تحملش المكس في منى وشدتها يجوز له ان يوكل احدا يرمي عنه وان يبيت في ايه؟ في منى. لان يعني المريض الطبيعي مش هيقدر يروح الرمي لانه بيمشي حوالي
نص ساعة ماشي رايح ونص ساعة جاي. كل المرضى دول ما يقدروش طبعا على الذهاب والمجيء كل يوم، فهيوكل والنبيت هيسقط عنه للشدة الموجودة في منى. المريض بالذات يحتاج إلى العلاج، يحتاج إلى النزول في مكة للاستراحة، هذا لا شيء عليه. حتى على رأي الإمام أبي حنيفة ورواية الإمام الشافعي لأن النبيت إيه؟ سنة. حتى يعني الأئمة أو بعض الأئمة يعني رضي الله عنهم قال يعني لو أن لأحد مالا بمكة يخاف عليه الضيعة يجوز له أن يترك المبيت في منى ليحافظ على المتاع، يعني إلى هذا الحد قالوا هذا. وبعد رمي الجمار طبعا في اليوم الثاني والثالث، الرابع أنت مخير فيه كما قال الله عز وجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن العلماء نصوا على أنه لا تغيب عليه الشمس في منى، يعني ينزل قبل مغيب الشمس في اليوم الثالث يوم العيد، لأنه قالوا لو غابت عليه الشمس هيقعد يرمي اليوم الرابع على مذهب الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم. لكن الإمام أبو حنيفة قال بشرط أن لا يطلع عليه الفجر، لو طلع عليه الفجر يبقى يقعد يرمي اليوم الرابع، يعني فيها قولان من المسألة. وبذلك يعني تنتهي واجبات الحج برمي الجمار والمبيح، انتهت واجبات الحج. يبقى إذا بقي إيه؟ طواف الإفاضة اللي ما نزلش يوم العيد ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم. يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة والسعي طواف الإفاضة، ده ركن من أركان الحج. وقلنا إن وقته برضه يدخل بمنتصف ليلة العيد ولا يجوز قبلها. يبقى اللي هيأخر لربع يوم العيد وعند الإمام مالك لآخر ذي الحجة. فلو واحد أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وطافهما معا بنية واحدة جاز يطوف طواف واحد ويسعى بعدين لأن هذا جائز. لأن طواف الوداع سنة عندنا في المالكية. طبعا الحائض والنفساء إذا فجأة الحيض فلا لا وداع عليها. وطبعا شروط طواف الإفاضة هي شروط الطواف العام، طواف القدوم وطواف العمرة وطواف التحية. لابد يكون سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر كما ذكرنا، ما ينقص ولا خطوة واحدة، لابد سبعة أشواط متطهرا من الحدث والخبث وخروج جميع البدن عن إيه؟ عن الكعبة والحجر سيدنا إسماعيل والشاذ الواهن، ولا يضع يده على الكعبة كما ذكرنا أن بعض الناس يحط يده على الكعبة أثناء الطواف، فده طواف باطل لأن جسمه ليس خارجا عن الكعبة، لأنه الركيزة في جذر الكعبة يعني حينما تضع أنت إيدك كده دخل جزء منك في الكعبة، يبقى بطل إيه؟ الشوط، بطل الشوط اللي أنت حطيت إيدك فيه على الكعبة. فلا بد يكون الطواف خارج جسم الكعبة. إلا المسح عند الركن اليماني وهو مير. إلا المسح على الركن اليماني ويتصل قبل أن يمشي. وإن وصل للحجر وقبل يتصل قبل أن يعني أن يتحرك حتى لا يكون رأسه في هواء الكعبة.
فلا بد من مراعاة شروط الطواف لأنه صلاة. ثم يصلي الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم ثم يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة ويحاول يستحضر نية طواف الإفاضة، ده طواف الحج، ويستحضر نية سعي الحج أيضا وإن كان داخل في نية الحج، لكن ده يستحب استحضار النية عند كل ركن من الأركان وكل واجب من الواجبات. وبذلك يعني يكون انتهينا من ايه؟ من أركان الحج. طواف الوداع ده واجب عند الأئمة الثلاثة وسنة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. لو ما كانش حلق هو بعد بعد رمي الجمرة جمرة العقبة ما حلقش ونزل طواف الإفاضة وسعى يحلق بعد السعي يحلق ما تحللش هو نزل بلبس الإحرام ما هو ما دام ما تحللش يبقى ما لازم يفعل شيئين إما الرمي والحلق أو الرمي والطواف هو طبعا هيطوف ويسعى ثم يرجع للحلق كل ده جائز طواف الوداع مخفف عن الحائض والنفساء سيدنا عبد الله بن عباس قال أمر أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر العهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء يعني أمر صلى الله عليه وسلم كل حاج أن يكون آخر عهده بالبيت يعني آخر حاجة يفعلها قبل السفر الطواف. لو قعد بعديها مثلا ساعة أو اثنين انتظار الأتوبيس بعد ما يجي هذا لا شيء، يشتري الطعام والشراب مثلا الدواء الأشياء الضرورية. لكن لا يبقى مثلا يوما كاملا أو يبقى نصف يوم بعد الطواف لا. إنما يعني يكون آخر حاجة يفعلها هي إيه؟ هي الطواف. حضرتك بعد الطواف لو قال لو حضرت صلاة الظهر مثلا وراح صلى وجاء لا شيء طواف الوداع ليس لا طواف الوداع طواف فقط لا سعي بعد السعي لا يكون الا في حج او عمره بس وده اسمه طواف الوداع يعني اخر عمل للحاج في مكه وبذلك نكون انتهينا من ايه؟ من مناسك الحج اركانه وواجباته بعد كده يتفرغ الانسان الى عمل العمر مثلا لو عايز يعمل عمرات بقيه اسبوع اللي قاعد او 10 ايام في مكه يكرر العمرات او يكسر من الطواف لان دي العباده الوحيده الموجوده في مكه يكسر من ايه؟ يكسر من الطواف والعمرة تجوز بالنيابة يعني ينوب عن أي عهد يعني يجوز أن ينوب عن واحد فقط في النيابة يبقى ينوب عن واحد فقط لكن لو واحد عايز يهب سواء عمرة لعشرة أفراد يبقى يعمل العمرة عن نفسه يعني يقول لبيك اللهم عمر ثم بعد ان ينتهي منها يقول وهبت سواءها لفلان وفلان وفلان ويعدد ما يشاء بعد الانتهاء بعد الانتهاء طب لانه هو عمل العمره لنفسه ثم زي يقرا خط القران ثم يهب سواءها لمن شاء فكذلك النيابه في العمره النيابه في العمره عن واحد هبة ثواب العمرة لمن شاء من العدد بس يعملها ايه؟ لنفسي عشان ما ينفعش النيابة عن 10 ما يقولش رويت عن فلان وفلان وفلان هو عمل واحد يبقى ينوب عن واحد فقط أما الثواب ده طبعا تنازل منه يعني هبة لمن يريد من المسلمين بعد ذلك تكون زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فالإنسان حينما
توجه الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر في الطريق من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم انه خارج من حرم الى حرم، لان المدينه حرم كما ثبت في البخاري ومسلم. قال عليه الصلاه والسلام في ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه. ثم قال: اللهم اجعل بالمدينه ضعف ما جعلت بمكه من البركه، واجعل البركه بركتين. اذا فانت ذاهب الى حرم، يبقى لا بد ان يعني تعتقد في ذلك، وان الحرم معظم، وحتى الصيد هناك ايضا محرم، صيد المدينه لا يعني لا ينفر صيدها. حتى قال سيدنا ابو هريره: لو رايت الغزلان في المدينه ما ذعرتها، يعني ما خوفتها، احتراما ليه؟ لحرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصل إلى المدينة يغتسل، لأن الغسل لدخول المدينة من السنة. يغتسل في الفم يعني قبل أن يذهب إلى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبس أحسن الثياب، ثم يدخل المسجد النبوي ويصلي تحية المسجد ركعتين، إن شاء في الروضة الشريفة أو في أي مكان إن أمكن، ثم يذهب إلى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أنه حي يسمع السلام ويرد السلام صلى الله عليه وسلم. وقد صح في سنن أبي داود أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. فلابد ان يكون هذا المعنى في قلبك عند وقوفك امام روضته الشريفه صلى الله عليه وسلم. لابد تعتقد هذا وتقول يعني عند وجود الدائره المكتوب فيها: هنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي قبالة القبر الشريف تماما. فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما تقول في التحية. السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا ما هو الكلمة دي. من قالها أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. يقول إيه؟ اللهم اجزي سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزى الله عنا. ما هي تقولها كده أو كده. أو تقول: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجزيه عنا ما هو أهله. يعني إذا قلتها ولا في حديث ابن ماجه او حديث صحيح: من قال جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، اتعب 70 كاتبا 1000 صباح. تقول: اللهم اجزيه عنا ما هو اهله. او تقول: جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اقل شيء مره، مره، ثلاث مرات، كلما زرت قلت ذلك. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والعزم المقام المحمود الذي وعدته، وتصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم من أول دخولك من باب السلام إلى أن تصل إليه صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم بعد خطوة زراعة واحد على سيدنا أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار، نشهد انك جاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء.
لأن طبعا الزيارة تكون سريعة على ازدحام، يدوب انت هتقول كلمتين وانت ماشي. فذلك بعد خطوة السلام على سيدنا عمر، السلام عليك أيها الفاروق، السلام عليك يا من أعز الله بك الإسلام، جزاك الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. يكفي أن تقول هذا، لأنه طبعا الازدحام الشيخ خليفة تقول أكثر من هذا، وهذا شرف عظيم لك. ثم تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد النبوي، لأن المضاعفة خاصة بالمسجد النبوي. أما الصلاة في الفندق أو الصلاة خارج المسجد مع وجود فراغ داخل المسجد لا يحصل هذا الثمر. خلي بالك، لأنه يشترط في اتصال الصفوف، لو واحد صلى خارج المسجد بعد امتلاء المسجد، لكن بعض الحجاج يحب يصلي خارج المسجد عشان يبقى سرير للخروج والذهاب الى البيت، ويبقى المسجد هو في فراغ وهو يصلي في الخارج. لو كنتم تلاقي مكان في المسجد المضاعفه خاصه بالمسجد، لكن في الشارع ما ياخذش الحكم الا اذا اتصلت الصفوف، هكذا نص اهل العلم على ذلك. خلي بالك من المساله دي في المدينه بالذات، في مكه اي مكان في مكه طبعا، حتى المساجد الاخرى غير الحرم برضو لها نفس الحكم، 100,000 حسنه الصلاه، 100,000. لكن في المسجد النبوي بألف أو ب10,000 أو ب50,000 المضاعفة خاصة بإيه؟ خاصة بمسجده صلى الله عليه وسلم. والتوسعات الخارجية لابد من اتصال الصفوف فيها. هذه مسألة مهمة جدا نبه عليها الفقهاء. ثم زيارة مسجد قباء تبع الزيارات، تتوضأ في الفندق تذهب إلى مسجد قباء عشان نوصل حديث ابن ماجه، قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. ده في المدينة، في المدينة المنورة، في المدينة المنورة. ثم تزور الشهداء، شهداء أحب، سيدنا حمزة، سيدنا مصعب، سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهم، وتذهب الى مسجد القبلتين كذلك. كل هذه زيارات في المدينه المنوره تبركا باثاره صلى الله عليه وسلم. و يعني مساله مهمه اللي هي الانسان بعد ما يصلي الفجر في الحرمين الشريفين في مكه او المدينه يبقى إلى أن يصلي ركعتي الإشراق بعد طلوع الشمس بربع ساعة، حتى يحج ويعتمر كل يوم. انظر إلى هذا الفضل العظيم، حديث الترمذي هو حديث صحيح، من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. إذا تحج وتعتمر كل يوم في مكة طبعا ب100,000، كل حجة وكل عمرة ب100,000، وفي المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم يبقى ب1000 أو ب10,000 كما في رواية، أو ب50,000 كما في رواية سلسة. فاحرص على هذا هذا البرنامج. يعني من الناس اول ما الامام يقول السلام عليكم السلام عليكم يجرون الى الفنادق للنوم، وكانهم جايين من بلادهم الى النوم، سبحان الله. لكن المفروض يعني تمشي على هذا البرنامج، تروح من قبل الفجر الى ان تصلي الاشراق، بعد كده تنفس
بعد كده من الظهر مثلا الى العشاء او من العصر الى العشاء تكبس في الحرم وتنوي الاعتكاف كلما دخلت، تقول نويت سنه الاعتكاف في المسجد كلما تخش عشان تاخذ ثواب الاعتكاف، لان المغسل في المسجد عباده، يبقى تنوي به الاعتكاف، ان الاعتكاف هو لزوم العباده زمنا ما، على راي غير الامام مالك رضي الله عنه، راي جمهور العلماء. يبقى لو مكث حتى ولو مقدار 5 دقائق يعد معتكفا وله ثواب الاعتكاف. المهم انه يقضي كل الاوقات في الطاعه والعباده حتى يرجع ماجورا غير ماجور، وليحذر من المعاصي وخاصه معاصي اللسان بالذات، ولا يشغل نفسه ببيع او شراء او هدايا او غير ذلك. كل هذا طبعا افترض الانسان يخلص هنا في بلده قبل ان يذهب الى هناك حتى يتفرغ لطاعه الله في هذه المده 20 يوم 30 يوم 25 يوم، والله اعلم هل يرجع مره اخرى او لا. نسال الله لنا ولكم ان شاء الله التوفيق في حد الاسئله في الحج او في العمره. بالنسبه للايجار يعني